اليوم في هذا المكان المقدس، ونحن نحمل على أكتافنا أحد الأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل حريتنا، الشهيد ماهر محمد حموية، الاسم الحركي جودي ولات، الذي ضحى بنفسه والذي لبى نداء وطنه وواجبه فالتحق بالصفوف العسكرية التي أثبت فيها جدارته وبسالته وقوته. ضحى بنفسه من أجل الحرية والكرامة والعيش في البلد التي تجمع كل مكوناتها من كرد وعرب وسريان وآشور. هذا البطل ابن حمص العدية، حمص مدينة خالد بن الوليد. ننحني أجلالنا وأكبارنا أمام عظمة الشهداء الحرية والكرامة، وبشخص الشهيد محمد ماهر حماوي شهيد جودي ولاد، نستذكر جميع شهداء الحرية والكرامة وشهداء 12 أدار، ونطلب من الله أن يلهم الصبر السلوان والرحمة للشهيد محمد ولجميع الشهداء. حضور الكريم، عوائل الشهداء الكرام، أن كل شيء في الحياة لها بدل، وكل شيء في الحياة لها ثمن، فثمن الحرية والكرامة هي الشهادة، فالشهادة هي شرف لكل إنسان شريف حر في الحياة، لأن ما نملك من الحرية والكرامة هي بفضل دماء الشهداء الزكية. الحرية هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم الحركي جودي ولاد، الاسم والنسبة محمد ماهر حموية، اسم الأم نجدية، اسم الأب أحمد، مكان وتاريخ الولادة قامشلو، مكان وتاريخ الانتصار قامشلو 2016، مكان وتاريخ الاستشهاد حسكي 4/3/2023. الصبر